السلام عليكم خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتوما على خير. نتمنى تشاهدوا هذا الفيديو نتوما في صحة جيدة. غادي نصايب معكم واحد الوصفة تنصايبها انا لوليداتي في هذا الوقت ديال البرد. تنصايبها دائما قبل من هذا الوقت، دابا راه بدا البرد، تنصايبها باش تاخذ وقتها يدخل داك الزيت مع ديك الشريحة. وغادي ندير لكم هاد الوصفة ديال التين والزيتون، ديال زيت الزيتون والتين. ندير طريقتي انا اللي ملفت نديرها لولادي، مني تيكون هكا ضربهم شوية ديال البرد ولا مروحين ولا شي حاجة، تنعطيهم هاد الوصفة في عود السيرو. او لا كانوا هكا من تنعرف كاين البرد بزاف تنبقى نعطيها لهم بالليل، ومني تيكونوا راجعين بداك البرد من المدرسة سنعطيها ليهم. مهم من الأحسن الواحد يدير لهم معلقة في الصباح وفي الليل. وإلا كانت عندكم الشريحة كثيرة والزيت كثيرة، رقدتو كمية كثيرة، من الأحسن الواحد يغمس في داك الزيت اللي فيه هاد المكونات هادو. الشريحة هي هادي جبتها، هي هادي هكا. دابا هادي راه انا راه مسحتها، وهادي غادي هاد ثلاثة الحبات اللي باقيين نوريكم الطريقه كيفاش. خديت هاد التوب، هاد الشيفون، وخديت هاد البلاصه هادي بللتها بشويه ديال الماء فزكتها، وتناخد هاد الحبه فحال هاك تندير لها هكا، تمسحها مزيان. الا كانت فيها شي غبره ولا كانت فيها شي حاجه ولا هذا، واخا راه غادي نحط لكم واحد الفيديو راني درتو بينت بين الشريحه اللي تتكون مهبره واللي تتكون ديال العبار واللي تتكون هاديه. انت تشوف كي دايره رطبه ومزيانه. من الاحسن خذوا هذه اللي باقا جديده ما يبساش بزاف. صايبت بهذا اللي فازك، واللي تنعود نمسح بهذا اللي ناشف، ما خصش يكون فيها الماء نهائيا. يعني شمنت لا كانت فيها الماء ودرتوها مع الزيت غادي تخسر، ما تبقاش مزيانه. نحاولوا هكا واخا تكون مكمشه نديروا لها هكا باش نمسحوا هذيك الا كانت فيها شي غبره ولا شي حاجه. من بعد تندوز للجهه الاخرى اللي ناشفه، تنحاولوا نشفوا مزيان الماء وتنحطوه في هكا وتنكملوا. ساهل هادشي، كلشي ساهل. غادي نكملوا هادشي وغادي نقطعهم. تما خد هاد السلفه راه بديت انا تنقطع، راه خليت لكم غير هادوك الوحدات، ضروري تقطعوها فحال هكا. انت شوفوا باش تعرفوها راه جديده، خاصها تكون جديده ماشي ديك اليابسه القديمه تتكون، اولا تيكونوا ما عرفوش كيفاش يبسوها. هانتو مزيانه. الا كانت الشريحه الكحله ديال الكرموس اللي تيكون كحل تتكون احسن، تكون الطريقه ديال الفيتامين اللي فيها على حسب ما تيقولوا الدكاتره تكون احسن. الا ما كانش نديروا غير هادي، ترى جديده زوينه. عمرت نبدا نحط على النيت في هكا سهلة، غير على جوج. وضروري تقطعوها هكا ضروري، حيت دابا الوليدات ما يقدرش مع هي راه غادي تزيد تفزق مع الزيت، ما غاديش الوليدات يقدروا يخشوا وحده كامله مع تكون تيكونوا مراد ديك الساعه ولا هذا. غير نص اللي بغى يديرها حتى على فحال هاك يقطعها هكا،
كل ربع بوحدو ما كاين مشكل. هادو ضروري خليوهم، هادو ما تحيدوهمش، هادي راه رطبه، راه يمكن لها تقطع غير هكذا باليد. انا راه ولادي ما تياكلوش ليا الثومه، راه دائما تنقولها، ولكن الحاجه ديال العلاج وديال المرض ضروري خص الواحد يتبزي عليه واحد الحاجه. اللي بغى يدير اضافات بحال هذا الشيء اللي داير انا، واخا اللي ما بغاش تنحاولوا هكا نجرحوها حتى هي ثم ناخذ جوج ديال هاد الاناء هادو، واحد غندير فيه الثومه وواحد ما غاديش ندير فيه الثومه. تناخذ هاد الشريحه تنبدا نحطها بحال هكا، غير تنأكد بان ما تغسلوهاش. الا غسلتوها ودرتوها وكان الماء فيها راه غادي تفسد، ما غاديش تبقى مزيانه. حاولوا غير تمسحوها صافي بلا ما ديروا ليها الماء، كما الا كان مع الزيت غادي يخسر. انا راه درتها غير في هادو. نتوما الا كان عندكم القرعات اللون ديالهم مغلوق يكون احسن. عندي هذا الجلجلان نقيتو، ما محمر ما والو، خصو يكون بحال هاك تا هو تنسدوه معاهم. وهذه حبه حلاوه، اللي بغى يدير النافع يديرو، انا ما عنديش حتى النافع تنديرو انا، ولكن دابا كانت عندي موجوده غير حبه حلاوه درتها، راه زوينه حتى هي. كل واحد يدير الكميه اللي بغا ديال الشريحه. هذه حبه البركه، هذا السانوج، حتى انا غندير دابا شويه في كل قرعه، غندير فيها شويه. وغادي نبدا نكب الزيت شويه بشويه حتى يعمر عندي هادو. انا دابا باش ما نطولش الفيديو حيت ياخذ لي هذا وقت، وغادي نعاود نرجع معكم بعد ما نعمر القريعات، لانش
نكب شويه بشويه الزيت حتى يهبط، وغادي نعاود نرجع معكم نكمل. البنات والبنات الناس يسمحوا ليا، هاد القرعه هادي ما غنديرش فيها الثومه، وهادي غندير فيها الثومه نش. اذا كنت انا مريضه انا تنبغي الثومه ماشي مشكل، ولادي لما بغاوليش الثومه غادي نحاول. الا خدعتهم فهادي داس العمليه مزيان، الا ما خدعتهمش حسوا بها نعطيهم غير هادي. اللهم ياخذوا لي غير هاد المقادير ولا يرفضوا لي كل شيء هكا، ما تيبغيو ليش الثومه. دائما تنقص انا في الماكله الثومه، لان لا ودهم هما. انا غادي نكمل حتى نعمر قراعي بالزيت، يتغطى هذا الشيء بالزيت، ونعاود نرجع معكم نوريكم كيفاش. الا كانت البنات هاد الشريحه هادي اللي تتبع هكا، انا راه حليتها، تسكن زوينه، تسكن هكا مهبره، تسكن ها شتو كي دايره رطبه، تسكن زوينه تكون احسن. اللي ما لقاش ياخذ هادي، يدير هادي حتى هي راه تتكون زوينه، تتبع هكا يا بالعبار حتى هي تتلقاوها. هي تتلقاوها ما دايرينهاش هاد البلاستيك، تتلقاوها حتى هي في هاد الخيط هذا، تتلقاوها دايرينها في هاد الخيط. وكاين اللي تتكون غير بحال هكا بلا عبار، ولكن ماشي بحال هادي. هادي تتكون طريه، وتتكون زوينه. المهم حتى لا جبتوها، لا جبتو بحال هادي ديال العبار، حاولوا تغسلوها وتخليوها حتى تنشف مزيان، وتغطوها بواحد الدريره تكون نقيه، وخليوها حتى تنشف من الماء. عادي يمكن لكم تصايبوا بها الوصفه، ما تكونش فيها الماء نهائيا. اما بالنسبه لهادي انا شتها راه نقيه، غادي ناخد واحد الشيفون وغادي نفزقو بالماء، وغادي نمسح سمحوا لي غادي نمسح حبه بحبه حتى ننقيها كامله. عاد ندوز معكم الطريقه والتقديم. دابا بعد ما عمرتهم بالزيت، طلع عليهم فوق الشريحه، غادي ندير هذا، غادي نغطيهم. ها هما شوفوا كيفاش راه بطاك شي كلشي لتحت، والزيت هنا فوق منهم. هذه ما بغيش نعمرها بزاف، لانش عندها هذه غادي تدخل داخل باش هكا. وهذه ها هي تاهي هي عامره سلامة، عندها هي عامره وفيها هادو. تنخليوهم ما تنديروهمش في الثلاجه، تنديروهم غير في البلاكار في واحد البلاصه تكون مظلمه، ونخليوهم بحال هكا. بالنسبه اللي ما عنده شي قرعه تكون مظلمه بحال هاد القرعه ديال هادي كيف وريتكم، تكون احسن ديروا فيها الزيت وهذا. واللي ما عندوش كيف وريتكم في واحد الوصفه ديال الزيت كنت درتها، ديروا لواحد غير بحال هكا، غير لي با لي با تكون هكا مزيانه نقيه، وتتسديها هاك، وتتحطيها في واحد المكان اللي يكون مظلم. غير لي با بحال هكا اللي ما عندوش قرعه اللون ديالها مغلوق. ونتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم.